الجوش بروغرام نو يا عربي الجوش بروغرام بما عمبوش نشكر بلنا بروغرام نكتاتل ألف با تاء ثاء جيم حاء خاء دال را زاي سين شين صاد ضاد ط ظ عين غين فا قاف كاف لام ميم نون هواويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، فأحييكم بتحية الإسلام جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دنسم بتاچو حلجوچ اندتلمدو بقطتا ود عربيس درسوچ كمغباتي بفيت بالفو سامنت يتمرون باچرو لاستوساچ بالفو سامنت لجوچ كلون البني كار نبره قويتا يادرقدو ببيروست معناتنو بزو نغروچن تلاوطنال ديون سامير يميلون قال ستنو ودياو سيانبلن بكفلاچن وستم سامير يميلون فيدل بفيدل صفن سيقطعطلم من دمس لمايت موكرنال بمحلايم كمايو غار قويت ادرغنال بهاسر اراتي عربنيا فيدلوچن اسقمطولنال لمثالي هدو هدهد هديه هرا يميلوتن ماتم بستمچرشام سموچن تملكتنال سموچن تملكتنال قرآن يميلون إكس أدرغن سيستكاك القرآن مالتن دال لبن بسفيو تنقاك رنال بإذن الله ودى الزاري ودى عداديس درسوش نشقاك كرالن يتم نك نك ألف باتا تنجيم حاخا دال الرازاي سينشين صاد بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أيها المشاهدون والمشاهدات، قد أيقظوا ودى بيرونا ببيروست الزاريم عند ديسن قدا يزن كاربنال يتلم بدن قدا يدلم أسمع ديسنو ديسنو يزن قدا مانيهن عبرن ودى بيرو alphabet so we can read and learn al-Quran al-Quran the language of al-billah muhammad the last prophet sent from allah tamalkachochachin بكتراتشن مسرت كغداتشن غار لنتاوك ببيرو تدينتنا اسكي بسلام تنجمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجيب، ضيف اليوم شكله غريب وصوته غريب، لنستفسر من معناه؟ أنا لون رمادي ضيف جديد. عفوا لم أسمع، لون إيش؟ رمادي، نعم رمادي. لون الرمادي؟ عجبا لك. ها؟ من أين ولماذا جئت هنا؟ جئت من بلدك لأتعلم القراءة. قدوم مبارك، وأنا مستعد لذلك. هيا تفضل، كيف تقرأ هذه الكلمة؟ عريكة. اسكي تنش يدقم. لحظة لحظة انتظر. عريكة.
اسكي عندي يدقم أريكة. أوه ما شاء الله تبارك الله بدك كل تملي صحي يزاريو انقداد مولك يالن اندال هلوم ليتالو ناچو يزاريو انقدا مرت انقدا چن برا تملك عجرارا سلزي اسكي سمون انس آفنا سياتا قلين برونم قال اسكتلن اسفالن سمو الرمادي لون الرمادي رمادي الرمادي الرمادي رمادي لون الرمادي ينو زاري ينو انقداون كنيا قال قويتا يدرقو انقدا لما هونو الرمادي تنشي اتاقلونا كذبو حالا قولتن يلي وديو ينببو قال عريكا يميلونو عريكا يميلو فيدل بفيدل سيصاف ينني مسلال ا ر ي ك ت مربوطة نزي ناتش اشي قطايو قطاطونا اچبابطو مصاف نو ناچبابطاچا ناچبابطاچا تكتلوي ا ر ر حرف ر كرا قطلو يالو يا نو አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ሶስቱ ፊደሎች ላይ ቀጣጠሉ ነው አሊፍ ከራ ጋር አትቀጠልም ተባብለናል ራ እንደገና ከያ ጋር አትቀጠልም ምክንያቱም ያን ልጆች እዚያም ጥቺ ብጽፍ መድገም ነው የሚሆነው ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ክፍተት ወስጂ መሃል ላይ ክፍተት ይኖራል ያን ጽፋለሁ ያ ስትቀመጥ አንገቷ አይጻፍም እንዳቸው ያለ መስለው እንደዚህ ስትመለቅ አይደለም ስለዚህ ያን እንዲህ አርጌ ሳይሆን ምጽፈው አንገቷ አንጥጪ ቀጥታ ከዚያ መጣና እጇን ተዘረጋና ከሌላኛው እንግዳ ጋር ለመጨባበጥ ጓደኛው ማነች ካፍ ነች አሁን ካፍን በዚህ መልኩ አይደለም መተቀመጠው ስትቀጠል መሃል ላይ ከዚህ ፊት አይተናል እያንዳንዱ ፊደል መሃል ላይ ሲመጡ በምን መልኩ እንደሚቀመጡ ተመልክተናል ስለዚህ ያ ለካፍን ለመጻፍ እቺ ወደ ላይ ተወጣና كاف بزي ملك تكمت على كي محل لا يسد مت أمازون بزي ملك نمت تكمت أريك هون وال سنمت رشام يالو تامر بوت عنو تامر بوت عن كاف جوان زرقتا تامر بوت عن ستكبل تامر بوت عن بزي ملك تمت عنا الزيلا يتكت على لك نتبوتي كمت عنو أريكا يميرون بزي ملك سفن ماجدت إن شاء الله ما تنجوك أريكا يمي مسلال ياو يني ملفاتن جينان تكدما تشنج أرساتشوال شكرا لكم أريكا ينن يمسلال يبي سرا أمست عربي نعف في دلو تشنو سدو كوسدا تشوالا بتوسدود في دلو تش لاي في دلو تشن كات أطلا تشو بمسعف عند وطي عربي نعف سات ساساتو بت ساساتو مكون دقاق ما تشو اسكتا بل مدرسعف أن بابانا أن ماما رايتو ان اكسي سطوة تشوال ماتنو سلزي ሳምንት ስንገናኝ በማንኛውም በወሰላችሁት ፊደል ላይ በዚህ መልኩ ቀጣጥላችሁ በመጻፍ እንድትለማመዱ እየጠየቅኩኝ ከማዩ ጋር ወደ ምናደርገው ቆይታ ስለሚጠብቀን ወደዚያው በዚህ ክፍል ማዩን ንጥራው ማዩን ንጥራው ሶሶ ማዩ ዛሬም ሁላችንም ተገኝተናል አሁን አንድ ትልቁ እንግዳችን አንተ ነህ የምትጠበቀው እባክህን ወደ ተዘጋጀልህ ውብ መድረክ እንድትመጣ ተጋብዘሃል ሰላም አለይኩም ማዩ ደስዋ ልጆች እንኳን በሰላም መጣ ማዩ ቀለም ባመሰክናለሁ ጥሩ ወደ ቃላት ከመላፍ በፊት ዛሬ በመዙሪያ እንደምንነጋገር አልነገርኩም ባያ ነው ባያስር ነው የምትዘጋጀው ያለ ጻፈልህ
يا ببيتو تقبلن داتي مسايوا يا ياو يا تقمطالچ بل انغدي اهون بياسر اراتي عربينيا قراتن بيا بسم الله يا اون يدود يا اون يدود يا اون يسيرون يا اون يسيرون يا اون يمينون يا اون يمينون يا اون يقين يا اون يقين سمعتوا لجوج بياسر على ديسك على تنسطون يالمايو ለመሆኑ እንደማን ናቸው የመጀመሪያው ሳል ጠይቀው ልጻፍ ለተና ከታችሁን እንግዲህ እየተረዳዳን የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ቃል አወይን አክቱብ الرقم الاول ثم اكتب كلمه عربيه كلمه جديده على غرار ما درسناه يا بحرف الياء يدن ياون يدن يهو يا اون يدن صفيلتالو ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው يا اون لاستاوس يا الله يا الله اه متاني يمينن يمين يدن يمينن ሶስተኛው ከመጨረሻው በፊት ሶስተኛው يدن يمينن ሶስተኛው ምን ነበር ያኡን ያሲሩን 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 ሶስተኛው ያሲሩን ያሲር ይሄን ይመስላል ሶስተኛው ይሄ ነው የዱን የሚኑን ያሲሩን ያሲሩን ሶስተኛው ይሄ ነው ማዩ ተሳተፍ 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 ተፈብ ሳይሆን እንድትሳተፍ ነው የአራተኛው ምን ነበር ያኡ ያቂኑን ያቂኑን አራተኛው ያቂኑን ያቂኑን ያቂኑ ይሄው አስቀምጥኩላ አስቀምጥኩላ አራቱንም 1 2 3 4 የዱን የሚኑን ያሲሩን يقينون عرضتم كيا يجمرو قالات ناتشو اسكي او مايو ليشنيونا تنسي نناقاقرالن انداتيلو مايو قالات قالاتن ستهنيان اجيك بتام امسغنالو كزي بلاي لالف الفلغن اباكن ودا متحبت انتتملس اندغنا تغابزحل في اني قلب انا سجن الله شو شو ما يهدوال ما يهدوال لجوج شي اهون تنش قدم باي فيت النغراچون بيي نو يراساچو نو قالو ما يو ميساتاچون باي مياستمراچو باي سامنتو تراسالاچو قالو اونت نو اره يي نسو فيت التايقاچون بيي نو هذا عيب وعار عليكم يا طلاب لا ترسو بيي ስለዚህ ቢጻፍ ይሻላል እያንዳንዷ ቃል እያንዳንዷ በማስታወሻ ነው መያዝ ያለበት እሺ ስለዚህ አራት የአረብኛ ቃላትን ሰጥቶናል ማዩ እምሰጣቸው የቢስራው ምንድነው ሌላ አራት የአረብኛ ቃላትን ከዚህ ከተጠቀሰው ውጭ በያን ይጀምር መሆን አለበት እንድትጽፉ እየጠየኳችሁ ወደ መጨረሻውና ወደ ስሞች እንሸጋግራለን ودسموتش يا شبل الايمان غرد واصدح بالقران غرد يا شبل الايمان سموتشن نستكاكلن بسي كفل ماطو بالفو سامنت قران يميلون اكس ادرغن سيستكاكل قران مو اندالبت تنكاكرنا لا ايرلم زاريس سيتت كونو لجمر مس مسجد مسجد يلالو مسجد عند سهتت بل ثلاثينيو سهتت مس كيد يلالو ايرانيو سهتت نوي يمجمرياو مسجد مسجد يميلو اندغنا ثلاثينيو سهتت مسجد سلازي ثلاثونم اكس اكس نادركالن
ይሄን በክስ አድርገናል ሁለቱም ኤክስ ሆኗል ሲስተካከል ያረብኛ ቃሉ ያረብኛ ስከሆነ ድረስ ለምን ምን ቀይሮ ነገሩ አንዳንድ እስኪ ልጻፍና መስ ወርዷል ጊና ኪን እና ጥፋና ጂ እናደርጋለን ጂ መስጂድ ይሄ ነው ያረብኛው ቃሉ ምናልባት አንዳንድ ጂምን ወደ ገ ቀይሮ የሚያነቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ መስጊ ያው ተከክለኛው ግን መጻፍና መነበብ ያለበት መስጂድ በሚለው ነው ስለዚህ የሶስተኛው የራይት ምልክት እናስቀምጥላታለን يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان الشيء اللي جوتش كزيه وكسم قداي سنوات زاري وين بزي سامنت تولدو اسكاون سم لا تسبع شو اللي جوتش كونجونا مرتمرت سمو جل مسأت المقالة ماما وبابا اللي جاتشو وندكو هنا عنديهم بلو وندكو هنا عون 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 بلوت اباكاچو مرتنا قنجو سمنو بزوچ يالتسيمو بات عون يميلو ارداتا اندمالت عون الله لمثال يا الله ارداتا عون ارداتا اندمالت نو سلازي عون يميلو لا وندو دجاچو يهن وند كونه ልጃቹ ሴት ከሆነች ልጃቹ ሴት ከሆነች እንዴ በሏታ ምርጥስም ነው በነገራችን ላይ እሺ ልጻፍ አ ትሳባለች አሳተውን አ ነች አ አ አያት አያት አይደለም ያማርኛው አያት ሳይሆን አያት አያቱን ምን አያት ይላል ምልክቶች እንደማለት ነው ምልክቶች አያት አይደለም አያት ምርጥ ስም ነው በጣም ደስ ስላለኝ ነው የሰጠሁሽ ስለዚህ ይሄንን ስም ለአዲስዋ ልጅሽ አድርጊዋ ልጅሽ ሴት ከሆነች ማማው ባባ እነዚህ ሁለቱን ስሞች መርጣችሁና ፈጣችሁ ስለተጠቀማችሁበት ከልብ አመሰግናለሁ يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان جوتش يزاريو الدرسين بزيو فالسمكوين كموتعتي بفيتقن سكاهون يتمعنون بدكيتو لا سلوزاجو كدام سيل كلون الرمادي غار ببيرو استيقو يتا عدرقنا البزوكم نذروتشن متلاوتنا كلون الرمادي غار ليو لسويت ست عريكا يميلون قال وستن بكفلاتشن وست ፊደል በፊደል ከጻፍነ በኋላ ሲቀጣጥልና ሲጨባበጥ በምን መልኩ እንደ ሚቀጣጥል ለማየት ሞከናል በዚህ መልኩ ማስቀምጠናል በመሐላይ ከማዩ ጋር ቆይ ታድርገናል ከማዩ ጋር በያ ፊደል ስር አራት ያረብኛ ቃላትን ወስደን በደንብ ተነጋግረናል በስተመጨረሻም ስሞች ላይ መስጊድ የሚለውን በጠራ ብለነው መስጊድ የሚለውን ኤክስ አድርገን እስተካከል መስጂድ መሆኑን ስንነጋገር ዛሬ ወይንም በዚህ ሳምንት ለተወለደው ለወንዱ ልጃችን አሁን የሚለው ምርጥ ስም ስንሰጠው ለሴቷ አያት ብለን ምርጥ ስም ሰጥተናታል ቢብንላህ ቀጣይ ሌላ አዳዲስ ድርሶችን ይዘን እንቀርባለን እስከ ሳምንት አስተውዲኩምላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ الى اللقاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال را زاي سين شين صاد ضاد ضاء عين غي فاء قاف كاف لام ميم نون هواويا كالجوج علم كالجوج يا عربي يالجوج بروجرام انديت نبرا ترونو ايدالا ما شاء الله ما مودينو سننم اجيك بقى الله سمنا مسجنا لن